اتحجبت وقعدت في البيت. انا حاسه ان انا في 12 هبقى حامل في حماده. I love you. مش انتوا شفتوني كلكم في اللي باقي بالكم؟ كنت عمر ايه؟ معانا في حلقتنا النهارده موضوعين مولعين جدا على السوشيال ميديا. الموضوع الاول هو زواج رضوى الشربيني. كتير من الناس بتحب رضوى الشربيني، ولكن الصدمه الكبيره وهي زواج رضوى الشربيني. اما العريس هو اللي مثل صدمه للجمهور، زواج رضوى الشربيني من احمد العوضي. المشكله الكبيره ان احمد العوضي وياسمين عبد العزيز كانوا الاثنين خارج البلاد، والجمهور بارك لهم على رجوعهم لبعض. المصيبة الكبيرة ان رضوى الشربيني صاحبة ياسمين عبد العزيز جدا، معقولة هتخطفوا منها؟ ايه الحكاية وايه الكواليس؟ دي هتكون فقرتنا الاولى في حلقتنا النهاردة. اما الفقرة التانية بقى واللي الكل بيتكلم عنها خاصة بمنى فاروق، شكلها كده هتتحبس تاني، وده بسبب كلامها اللي كان جريء جدا. علشان كده ده خلى احد المحامين وهو المستشار احمد مهران انه يتقدم ببلاغ ضد منى. يا ترى مضمون البلاغ ده ايه؟ وايه اللي قالته منى علشان يخلي السوشيال ميديا كلها تتقلب عليها للمره التانيه؟ كلنا عارفين طبعا قضيتها في 2019. التفاصيل دي النهارده هتكون معانا في الفيديو. عشان ما اطولش عليكم البدايه اكتر من كده، نبدا على طول حلقتنا، ولكن بعد الفاصل. دلوقتي بقى اضغطوا لايك للحلقه، هنرجع لكم مره تاني. رضوى الشربيني كل شهر بالظبط بتحتل الترند، كل شهر الإعلامية رضوى الشربيني بتحتل الترند، وده بسبب خبر زواجها. المرة دي بقى الأخبار منتشرة بقوة جدا على السوشيال ميديا، زواج رضوى الشربيني من أحمد العوضي، وإنها خانت ياسمين عبد العزيز وأخذت أحمد العوضي منها، وهي كانت السبب في انفصال أحمد العوضي من ياسمين عبد العزيز. قال لها كده أحد المتابعين في الكومنتات. ورضوى الحقيقة بعد كل الأخبار دي قررت إن هي تخرج على السوشيال ميديا على صفحتها وترد على كل الكلام ده. هل فعلا رضوى الشربيني الأيام اللي فاتت اتجوزت ولا لأ؟ وهل كان العريس أحمد العوضي؟ آه ولا لأ؟ رضوى الشربيني بنفسها هي اللي هتطلع وتقول لنا إيه الحكاية. تعالوا نسمعها. أنت بجد من أحلى الحاجات اللي حصلت في حياتي، بجد بجد. يعني الواحد كده بيقول لك إيه، صاحبي اللي بيرد غبتي، صاحبي اللي في ظهري اللي بيرد غبتي. انتوا من غير ما تعرفوني بت 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 بتردوا غبتي، ف انتوا اهلي ذات. سمعت الست قالت ايه؟ متزوجه وعايزه باخد كمان الجنسيه الامريكيه. بص بقى انا ايه يعني، هو الاولاني قال لك هشتري لها قاره وبيتجوز وعنده ولد وبنت، وبعدين لا ده هيعمل لها عقد. ليه هيعمل لي عقد سنه؟ ليه ليه ليه؟ ما هو وصور العمره اللي طلعت فجاه. ست اهو كنت لسه بسمعك واتحجبت وقعدت في البيت. What is this؟ What is this؟ ما هذا يا صديقي؟ مش بنعمل كده يعني. الحكايه بتبقى متخططه احلى من كده، يعني شكلها متظبط احسن من كده. Too much. أماني بتقولي سيبهم كلام مجانين. ما أنا بسايبين يا منمن بقالي، إحنا في 10 يا جماعة، إحنا الكلام ده من 6، البرنامج واقف من آخر 6 أو من تالت أسبوع في 6، فأنا من 6 ل 10 مش ممكن خلاص. يعني بقى 9 شهور هيطلع لي شهادة ميلاد طفل، وأنا مش ممكن، مش لحد صور أخويا، يعني مش بنعمل كده. إيه ده؟ وفي ست بتتجوز راجلين في 3 شهور؟ مفيش عده سقطت العده وسقط فين ده؟ دين ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ شيء ما بين كل واحد والجوازه والتانيه 3 شهور على الاقل. حسبتوها عليا كده كام جوازه؟ وشربيني فيهم ولا مش فيهم؟ يعني شربيني في معدودين ولا لا؟ يعني كنا 13 خايس في 14، الراجل الاماراتي الاعمال بقى 15، ده اتحسب 16 ولا لسه واقفين 15؟ عشان بس لما حد يجي يسالني اقول له انا اتجوزت قد كذا، الجمهور بيقول ان انا اتجوزت قد كذا. مش معقول، مش معقول بجد. عايزين ابداع اي اي بقى، نصرف ونكلف شويه. ما هو كده كده احنا صارفين، فنصرف ونكلف شويه. ها هم.
وبعد ما سمعنا رضوى الشربيني عرفنا ان الموضوع كله ما هو الا اشاعات، ومش معقول ابدا رضوى تتجوز احمد العوضي جوز صاحبتها الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز. علشان كده ظهرت رضوى الشربيني مع ياسمين عبد العزيز في صورة لسه منزلينها قريب علشان يأكدوا ان الكلام ده كله اشاعات وان الكلام ده لا اساس له من الصحة. رضوى الشربيني لغاية دلوقتي ما اتجوزتش، بس علشان طبعا هي مشهورة ومحطة انظار ناس كتير طبيعي يطلع عليها اشاعات، لكن بنتمنى طبعا في الاول وفي الاخر لرضوى ان ربنا يرزقها بابن الحلال اللي يناسبها واللي يسعدها. كمان بنتمنى لياسمين عبد العزيز السعاده. دلوقتي هنتكلم عن الفقرة التانية، فقرة منى فاروق، واللي خرجت علينا على السوشيال ميديا، وانتوا كلكم عارفين طبعا موضوع قضيتها، واللي كانت معروفة عام 2019 مع المخرج خالد يوسف، وطبعا تم تسريب فيديوهات ليها واتهمها بالاتهامات اللي انتوا كلكم عارفينها، وطبعا قصتها كانت معروفة. خرجت علينا بقى منى فاروق بقالها كده يجي شوية، وبدأت تقول ان هي عايزة شغل وان هي رجعة تمثل تاني، وبدأت تحاول تظهر على السوشيال ميديا وتظهر في بعض المهرجانات او بعض الحفلات، ومع مرور الوقت واضح ان ما جالهاش شغل كتير، فبدأت بقى تخرج عن القاعدة، وبدأت تخرج بفيديو قالت فيه كلام الحقيقة ما يصحش ان هو يتقال ابدا. هنسمع جزء منه، وطبعا من خلال الكلام ده واللي قالته ان هي عندها استعداد تشتغل تاني مع خالد يوسف اللي كان سبب في مشكلتها كان شيء غريب جدا، وقالت كلام الحقيقة جريء جدا ما يصحش اصلا ان هو يتقال ولا يخرج من اي نجمة او اي ممثلة او اي ست عامة حتى لو ما كانتش مشهورة. هنسمع جزء من كلامها، واللي هو المفروض يكون زائد 18. الحقيقة عايز اقول لها ان الكلام اللي قالته ده ما يصحش ابدا اي ست محترمة ان هي تقوله ابدا، ولا اي انسانة عايزة تشتغل تقول كلام زي ده، لكن الجراءة ليها ناسها. تعالوا مع بعض نسمع ونشوف، ونرجع هنشوف بعد كده ايه اللي حصل معاها واللي لسه هيحصل. انت ما تعرفش حاجة عن حياتي غير اللي بالي بالك، وخلوه ده ربنا يديله الصحة، المخرج قمر ورجع بقوة. مش كلكم شفتوني في حاجات انتوا بتقولوا عليا ولا وحشه؟ يا عم انا وحشه هي وغريبه وكل الحاجات الوحشه، مش انتوا شفتوني كلكم في اللي بالي بالكم كنت قمرين؟ اصل انا ابقى بجحه معاكم عشان البجاحه تبقى ليها ناسها، بس انا مش من ناسها للاسف. انت بتقولوا انا السيء في قصه احدهما، ما تتابعونيش ما تتفرجوش عليا ما تحبوا 5000 في اللايف علشان بتهاجموني احيا عليا. اخرج يا ابني اخرج عشان انا بشتم. المهم اخرج. كنت قمر لما شفتوني، كان جسمي حلو كان شكلي قمر، اصل انا دلوقتي كبرت وادرك ان الحاجه اللي انا عملتها غلط اللي انتوا كلكم شايفيني غلط عليها دي على راسي كلكم بتعملوها. مصطفى شافك قلبي مش ما شاء الله احلوت عن زمان، ما الست لما بتطلق بتحلو، وانا حاليا مطلقه. يا صاحبي حكاني ما تلغوش على الجمل اللي انا عايز اقولها، ما تلغوش يا جماعه. طبعا احنا سمعنا جزء بسيط جدا من اللايف بتاعها، وما ينفعش الحقيقه ان احنا نجيب باقي اللايف. اولا عيب جدا الكلام اللي هي قالته، اذا بوليتم فاستتروا، يعني حضرتك ارتكبتي غلطه في حياتك وغلطه كبيره جدا مش سهل ابدا ان هي تغتفر، وعايزه الجمهور ينساها، فبترجعي تفكري الجمهور بالكلام الغلط اللي انت عملتيه، لا ومبسوطه بيه وبتفتخري. انا بصراحه ما شفتش كده خالص، سبحان الله اللي عملته ده غلط، والكلام اللي هي طالعه تقوله برضو غلط اكتر، وحتى لو ما كانش فيه شغل المفروض ان هي تبحث على مصدر رزق يكون شريف، مصدر رزق يكون كويس ليها وينسي الناس اللي اتعمل قبل كده، وحتى لو ما لقيتيش في التمثيل او غيره دوري على مهنه تانية. اكيد كل انسان مننا عنده مهارات ممكن ان هو ينميها، وما ينفعش خالص حضرتك حتى لو ما فيش شغل تطلعي تقولي كلام زي ده. الكلام اللي هي قالته واللي شفنا جزء منه خلى الاستاذ والمستشار احمد مهران يقدم فيها بلاغ بمحاولة نشر الفسق والفجور، وطبعا زي ما انتوا عارفين في بنات كتير وناس كتير واطفال كتير بتتفرج عليها، والسوشيال ميديا دلوقتي بقت مفتوحة، فما ينفعش اي حاجة تتقال وتتساب وتتعدى بالشكل ده. علشان كده الاستاذ والمستشار احمد مهران اتقدم ببلاغ للنائب العام، واتهم منى فاروق فيه بمحاولة نشر الفسق والفجور، وخصوصا ان هي في الفيديو اللي نشرته كانت بتقول ان هي عادة تتجوز مرتين وثلاثة وعشرة، بالشكل ده بتعمل على نشر الفساد الفكري. وطبعا احنا عارفين بتوجه طبعا كده نظر البنات الصغيرين الى عملية البجاحة اللي هي كانت عمالة تتكلم عنها في الفيديو، فاستاء طبعا من هذا الكلام، وطلب كمان من الدكتور اشرف زكي ان هو يبين لنا اذا كانت منى فاروق عضوه في نقابه المهن التمثيليه ولا لا، طب ايه اجراءات النقابه معاها في الوقت ده لو كانت عضوه؟ هل النقابه هتسكت على كلام زي دوا وان واحده بتنتمي ليها تطلع وتتكلم وتقول كلام زي دوا؟ هنا بقى مستنيين الدكتور اشرف زكي ان هو يرد على موضوع زي دوا، وطبعا ده بناء على كلام الاستاذ والمستشار احمد مهران.
مش بس كده، من خلال بلاغه قال ان هي لا تصلح ان تكون سيدة محترمة او نجمة من النجمات المحترمات. والحقيقة ما جاء في نص البلاغ المتقدم للنائب العام يحترم طبعا جدا وبنشكره عليه. وعلشان كده عايز اقول لكم النهاردة ان اللي عملته منى في الاول وفي الاخر ده غلط، وما يجبش ان احنا ننساق وراءه، ولا اي بنت ولا اي حد بيتفرج عليها ينساق وراء كلام زي ده. وعايز اقول لها ان انت غلطتي وبتغلطي في حق نفسك سواء في اللي فات او في اللي جاي. انا لحد هنا النهاردة انا هنهي حلقتي معاكم، ولكن استنى طبعا اسمع اراءكم في التعليقات في فقرة رضوى الشربيني وياسمين عبد العزيز، والفقرة التانية فقرة منى فاروق واللي حصل منها، وتحب تقولوا ايه للدكتور احمد مهران واللي قدم بلاغ في منى. بشكركم طبعا جدا جدا لحسن الاستماع وحسن مشاهدة الحلقة، ولكن عايز اقول لكم ما تنسوش تضغطوا لايك للحلقة علشان توصل لاكبر عدد منكم. جمهور قناتنا الاحباء، تحياتي لكم للمرة التانية، هستناكم وهشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جايه.